السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاطي عندنا اليوم بوت قوي جدا اللي عملت بي ام بي نستغلوا ان شاء الله. ما المهم نبدأ في الشرح. يأتي البوت بهذه الطريقة، نضغط ستار على الأسفل هكذا، تأتينا هذه الواجهة كما تشاهدوا. نضغط هنا أولا نأتي ترانزاكشن، هنا نضغط على ترانزاكشن، نعود ثم نضغط هنا جوان هكذا، نرجع ثم نضغط على تويتر، سويبي هكذا، ننزل أسفل، ثم نعود، أوبن، كما تلاحظوا هنا لازم تكونوا مسجلين، نفتح على المتصفح. نرجع بعد ذلك نختار هنا بعد كما تلاحظوا تأتينا هذه الواجهة. عندما نضع اسم تليجرام خاص بنا تأتينا هذه، نضغط على سكيب ثم تأتينا هذه، ديرو كانسل كما تلاحظوا، ويلكم كينغ ليزارد اسم القناة تاعي الخاصة بي. بعد ذلك نضغط هنا كما تلاحظوا هكذا، نضغط هنا هنا إلى هذه الواجهة، نضغط على سيتينغ هذه، ثم تأتينا هذه، ثم نضغط على هذه الأيقونات كما تلاحظوا، نضغط هنا هكذا، نضغط على فيزيت سيت، نضغط على جو ويب سايت أوبن، كما تلاحظوا عطاني 107 ساتوشي بي ام بي. نضغط ايضا على هنا هكذا، ديلي ريورد، نعيد الضغط على فيزيت سيتينغ، جو ويب سايت هكذا اوبن، تشاهد فقط الاعلان ولا تفعل شيء، يعني ما تسجل ما والو، كما تلاحظوا اعلانات فقط، انتظر تفتح الصفحة ثم نعود، نضغط هنا بالانس شوفوا شحال عندنا، 251 قطعة ساتوشي. نضغط على ريكومبونس هكذا، جون شانيل كونفير، نضغط هنا كما تلاحظوا هنايا يطلب منا نضغط ندخل على شانيل هكذا
open. نضغط continue هكذا. نتخطى كاباتش. ما هذا من أفضل البوتات كما تشاهدوا. نعود نرجع. نضغط confirm هكذا. نلتحق بهذه الشانل لكي كونفير وهنا كما تلاحظ يقول لك تبقى تخدم القناة 72 ساعة لكي يعني تستطيع يعني تربح من هذه القناة. أنا نضغط كي تأتينا هذه الواجهة نضغط هنا confirm. نضغط هنا يطلب منا الدخول للقناة. نضغط هنا هكذا join. نرجع نضغط confirm. نعيد ضغط كونفير هكذا. بوت يظهر شوية معقد لكنه سهل يعني تبع غير بالعقل. نضغط كونفير كما تلاحظوا. نضغط هنا visit go website open. نشاهد الإعلان فقط ما نسجله ما والو. نرجع نضغط هنا هكذا start. they post confirm. نعمل هذا يوميا. ننتظر 10 ثواني فقط كما تلاحظوا. هنا 10 ثواني ونعيد الضغط confirm لكي يعطينا العملة. نضغط لكي نرى كما تلاحظوا.
ننتظر أيضا 10 ثواني وهكذا. شارك رابط الإحالة الخاص بك. دوك نشوفوا الآن البالونس شحال. كل 10 ثواني تضغط كما تلاحظوا. نضغط في شانر. Confirm. Let's balance. كما تشاهدوا عندنا 1395 ساتوشي. نضغط هنا، نضغط فيزيت سيت، ننتظر فقط. إذا حبينا نديرو السحب نضغط على ويدرا، مينيموم فور سيت باي، تقدر تسحب. ربعمية وثلاثين ساتوشي تقدر تسحبها على فوسيت باي. نجربو نشوفو. نضغط على فوسيت باي هكذا، نضع عنوان فوسيت باي، خاوتي نضغط لهون هنا، ثم نضغط ماك ويدراو، بعد ذلك تأتينا هذه الواجهة، نضع عنوان فوسيت باي، الإيميل الخاص بها، ندير أوكي. خاوتي اسمحوا لي، المصباح انا ندير في الايميل فوسيت باي، ولكن عملت عنوان عملت البي ام بي وليس الايميل، لذلك نعاودو نديرو ويدرو. نضغط هنا كما تلاحظوا، انا نضغط هنا هكذا، نزل اسفل نضغط هنا وين مكتوب ماك ويدرو. بعد ذلك نروح لفوسيت باي، نأتي بعنوان البي ام بي، ديبوزي. تحب تسحب على البي ام بي على فوسيت باي او تحب تسحب على كوين بيز، الاجمل في هذا البوت هو تسحب على البي ام بي على فوسيت باي على كوين بيز. نضغط ديبوزيت هكذا، ننزل أسفل، هذه عملة البي ام بي كما تلاحظوا، نكوبي هكذا، نعاود نرجعو هنا، نضغط
that we draw for set pi. كما تلاحظوا هذا هكذا الآن هذا تويدرا هكذا أضفنا فوسيت باي هنا يطلب منا حبيت نديرو مينيموم او ماكسيموم نديرو حنا ماكسيموم هكذا نضغط هنا هكذا اوبن الان راح نشوفو الفوسيت باي هل وصلتنا العملة أم لا؟ ننزل كما تلاحظوا وصلتنا العملة 1399 شوفوا لها هنايا يعني وصلت للعملة خاوتي البوت حقيقي وصادق 100% ننزل أسفل هكذا كما تلاحظوا هنا تعرف الهيستوريك تاعك يعني العملة وصلتك هاي لك 1394 كما تلاحظوا 11 جوان 2022 كان هذا الشرح خاوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته البوت خاوتي ما يتوقفش تخدم عليه يعني يوميا كما تلاحظوا تضغط هنا فيزيت بوست فقط تنتظر نضغط هنا هكذا عندنا في بوست هذه نضغط عليها كونتينيو هكذا اوبن نضغط كونتينيو هنا نتخطى الكاباتش تنتظر 10 ثواني كما مثل هذا يعني حبيت نأكد لكم باللي البوت لا يعني ما يتوقفش تخدم عادي نضغط هنا كونفير هكذا كما تلاحظوا عطاني 287 تعاود تضغط سي بوست هكذا تنتظر 10 ثواني وهكذا كان هذا الشرح خاوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته